أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بكبريائه وعز في ذاته وعلى في صفاته. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. والحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى بشيرا ومن النار نذيرا وإلى الجنة هاديا ودليلا، فجاهد في الله عز وجل حق جهاده وعبده مخلصا حتى أتاه اليقين. فصلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين الأئمة الراشدين المهديين المكرمين اصطفاهم الله لدينه وفضلهم على خلقه وعزهم بهداه وانتجبهم لنوره وأيدهم بروحه ورضيهم حججا على عباده. أوصي نفسي وأوصيكم عباد الله بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معصيته، فإنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسعد الله أيامكم. يثير البعض إشكالية مفادها بأننا جميعا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، وأنه تعالى لا حاجة له في عبادة الناس سواء في صورة الصلاة أو غيرها من صور العبادة. هذا أولا. ثانيا، يقول هؤلاء بأننا نعرف من خلال المتدينين بأن الهدف من الصلاة والعبادات هي أن يرتقي الإنسان في أخلاقه وفي سلوكياته. والله عز وجل يقول في سورة المعارج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يعني الذين يصلون ويستمرون على الصلاة ترتقي سلوكياتهم في المحن، وكذلك عندما يكون الإنسان في حالة غنى ويكون الإنسان قد لبيت احتياجاته ويكون سعيدا هو يحافظ على أخلاقه وسلوكياته. وكذلك من خلال الصلاة من خلال العبادة يقول المتدينون بأن الإنسان يحقق إنسانيته، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وبالتالي الغاية من تشريع العبادات والصلاة كما يقول المتدينون هي الارتقاء بأخلاقيات وسلوكيات الإنسان وتحقيق الإنسان لإنسانيته، أو عودة الإنسان إلى إنسانيته. فإذا كان الأمر كذلك، يقول أصحاب الإشكالية، إذا كان الأمر كذلك نحن نشهد بأن من الناس من لا يصلي، من لا يعبد الله عز وجل، ومع هذا مثل هذا الإنسان عنده من السلوك من السلوكيات والأخلاقيات والحالة الإنسانية ما قد يتفوق بها حتى على بعض المتدينين المصلين المتعبدين. فإذا ما حاجة الإنسان إلى الصلاة إذا كان الإنسان
يستطيع أن يرتقي بإنسانيته وسلوكياته وأخلاقه إلى مستويات عالية. وإذا كان الله ليس بحاجة إلى صلاتنا وعبادتنا، فلماذا نجبر الناس على الصلاة؟ الإجابة على هذه الإشكالية متعددة الجوانب، وأنا سأطرح جانباً واحداً فقط، معالجة واحدة، لن أغطي كل الجوانب، فقط في هذه الخطبة سأعالج المسألة من جانب واحد، وذلك من خلال مقطع من الدعاء الأول من الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام. يقول في جانب من هذا الدعاء: والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كان كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ماذا يقول الإمام؟ يقول: نحن نحمد الله عز وجل أن علمنا كيف نحمده، وأن علينا أن نحمد الله عز وجل على ماذا؟ على النعم الكثيرة المتوالية التي لا تنقطع أبدا. ولو أننا لم نعرف أن علينا أن نحمد الله، ولو أننا لم نحمد الله على نعمه، ستتوالى هذا النعم وستستمر، ولكن سيكون حالنا حال الأنعام بل أضل. ما الذي يريد أن يقول الإمام زين العابدين عليه السلام؟ يريد أن يقول أن من علائم إنسانية الإنسان أن يشكر المنعم، أنك أنت تحمد لهذا الذي أنعم عليك، أن تحمد له هذا الفعل، أن تشكره على هذا العطاء. بتعبير الإمام: إن لم يفعل الإنسان ذلك، إن لم يشكر المنعم، لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية. خلاص ما يبقى هذا بصفة الإنسان، يكون قد تخلى عن صفة الإنسانية. لماذا؟ لأن مما يميز الإنسان أن يقول شكراً لمن يتفضل عليه بشيء ما. إذا قدم لك أحد خدمة ما ولم تشكره على ذلك، ما هو الانطباع الذي يخرج به الناس عنك إن لم تفعل ذلك؟ لا شك بأن النظرة ستكون سلبية، سيلومونك على ذلك، سيقولون بأن هذا الإنسان الذي لا يشكر هذا إنسان غير متأدب، هذا إنسان ما عنده أخلاق، هذا إنسان عديم الشعور، هذا إنسان متبلد الإحساس، المفروض كنت تقول له شكرا لأن عطاك شيء، لأن ساعدك في شيء، لأن علمك شيء، لأن هداك إلى شيء. شيء واحد الناس يلومون إذا لم تشكر، فكيف إذا كان المنعم هو الله سبحانه وتعالى الذي تتوالى نعمه في كل لحظة، بحيث أنه لو سلب نعمة الهواء من عندنا في لحظة، لو سلب نعمة الماء، لو سلب أي نعمة، قدرة التفكير، قدرة النطق إلى آخره، لعانينا أشد المعاناة في هذه الحياة. قبل أيام في يوم عرفة قرأنا دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، وهذا الدعاء تضمن بعض المقاطع التي تبين عظيم نعم الله على عباده، وكيف أن عليهم أن يشكروا الله ويحمدوه على هذه. يقول في مقطع من هذا الدعاء: الحمد لله
الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. يعني لو الإنسان يكفر يعصي أي شيء، الله سبحانه وتعالى يستمر في عطائه في كل لحظة، ما لا يحصى من النعم تتوالى على الإنسان، على كل فرد منا. يقول الإمام: فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، وهي يا ربي أكثر من أن يحصيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون. ما حد يستطيع أن يقول أنا عندي جردة حساب بنعم الله عز وجل، أصلا هذا شيء يفوق الخيال ويفوق القدرة البشرية على العد والإحصاء. فمن يكون هكذا ألا يستحق الشكر؟ ألا يستحق الثناء؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا قد بين لنا ضرورة أن نشكره وأن نحمده على ما أنعم علينا. يعني ما يستطيع إنسان أن يقول ما كنت أدري، ما كنت أعرف بأن لازم أني أشكر رب العالمين، ما حد يستطيع أن يقول ذلك. يقول عليه السلام: لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك، فإن دعوتك أجبتني وإن سألتك أعطيتني وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتني زدتني. لماذا؟ يقول الإمام عليه السلام: كل ذلك إكمالا لأنعمك علي وإحسانا إلي. إذن كيف يكون شكر الله عز وجل؟ كيف نشكر الله عز وجل؟ من خلال العبادة. عبادة الله، نعم الله غني عنا، ولكن هذا تعبير عن شكرنا لله. من خلال الصلاة جزء من أهداف أن نصلي أن نشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى. لو حاولت، يقول الإمام عليه السلام في دعاء يوم عرفة، لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها، لو أني افترضت عشت ملايين السنين، أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك. عمر الإنسان محدود ونعم الله لا تحصى. يقول الإمام: نعمة واحدة لو عشت كل الدهر إني أشكرك أيضا ما أقضي حق هذه النعمة. ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديد. يعني لو أني عشت كل هذا الدهر وأقول شكرا لله شكرا لله، كل شكر هو في حد ذاته، كل نطق، كل تعقل، كل نفس تأخذه، كل قدرة على التحدث يستدعي ماذا؟ شكر جديد. لأن الله هو اللي أعطانا القدرة على الحديث والتفكير والتنفس والبقاء على قيد الحياة وإلى آخره. فإذا المسألة لا تنتهي، يعني لا يمكن تصور أننا قد أدينا شكرنا لله عز وجل. شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا. إن مقولة الاستغناء عن العبادة ولا سيما الصلاة بذريعة غنى الله عز وجل عن عبادة الناس، وبذريعة إمكانية تحقيق إنسانية الإنسان بعيدا عنها، مقولة باطلة، لأن الإنسان أبعد ما يكون عن حقيقة الإنسانية إن لم يشكر المنعم. فكيف إذا كان هذا المنعم لا ينفك عن إغداق نعمه العظيمة والوافرة في كل لحظة ومن دون من؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وهو نبي الإنسانية صلى وعبد الله قائما حتى تورمت قدماه، فقيل له:
غفر لك الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما حاجتك يا رسول الله إلى كل هذا الإجهاد وإتعاب النفس في عبادة الله؟ ماذا قال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلي يا ربي وسلم على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي يا ربي وسلم على أئمة المسلمين والهداة الميامين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، عليكم بالتقوى والورع والاجتهاد وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. صلوا أرحامكم وعودوا مرضاكم واحضروا جنائزكم وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. حببوا أهل بيت نبيكم إلى الناس ولا تبغضوهم إليهم، جروا إليهم كل مودة وادفعوا عنهم كل قبيح، وما قيل فيهم من خير فهم أهله، وما قيل فيهم من شر فما هم كذلك. في كتاب تنبيه الخواطر للأمير والرام بن أبي فراس عن سليم بن جابر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: علمني خيرا ينفعني الله به، شيء خير إن هذا أحصل من وراء نتيجة إيجابية، الله يرضى عني، حصل من وراء ثواب، حصل من وراء الجنة. لاحظوا في أكثر من رواية عندنا الإجابات تكون فيها مختلفة، ويبدو أن مرد ذلك إلى اختلاف الناس في مستوياتهم العقلية، إمكاناتهم المادية المعرفية، يعني مواصفاتهم إلى آخر. بالنتيجة الناس يتمايزون، فأحياناً النبي أو الإمام يقرأ هذا في الشخص المقابل فيعطيه بما يستطيع أو بحسب قدرته وبحسب إمكاناته. فهذا الشخص يقول: علمني خيرا ينفعني الله به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تصب دلوك في إناء المستسقي. واحد يطلب شوية ماء، أنت عندك دولك بتعبيرنا، إناء كبير فيه ماء، تصب في كأسه القليل من الماء. هذا العمل، عمل الخير المعروف بتعبير النبي صلى الله عليه وآله، هذا المعروف لا تحتقره، لا تقول هذا ولا شيء. ولو أن تصب دلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ببشر حسن، يعني تبتسم له كذا بالمقابلة الطيبة، وأن تلقى أخاك ببشر حسن، لا تستصغر هذا. وإذا أدبر فلا تغتابه، لا تستصغر هذه الأمور. فهذه الأمور أمور هي من المعروف عند الله عز وجل، قد تكون واحدة منها سببا في أن تنال رضا الله عز وجل. في كتاب الخصال وأيضا في كتاب معاني الأخبار، وكلاهما للشيخ الصدوق بالسند عن الباقري عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة، أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته. لا تستسخف أمر فيه طاعة الله وإن كان بسيط، تأثيره بسيط، محدود زمني، زمانيا مكانيا. فربما، لماذا؟ فربما وافق رضاه، يعني هذا العمل البسيط الله سبحانه وتعالى يتقبله بأحسن القبول،
فتكون مرضيا عند الله، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. فتشوف أن هذا العمل البسيط هو الذي سينجيك في الآخر، أن تنال رضا الله عندما وجد منك إخلاص النية، صدق العمل، أنك أنت حبيت المعروف، أردت وجه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعظم لك هذا الصغير أو ينمي هذا الصغير عفوا إلى مستويات عالية جدا إلى آخر الرواية. فعلا بعض الأعمال قد تبدو بسيطة، بعض الأعمال قد يبدو تأثيرها محدودا من الناحية الزمانية، يعني بمقدار أنه لحظات دقيقة، أو من الناحية المكانية بأن في هذه الدائرة، في هذا المسجد، في هذا البيت، في الشارع، في هذه البقعة حصل عمل خير وانتهت القضية. ولكن في الواقع قد تتضمن مجموعة من العناصر، هذه العناصر يمكنها أن تحول هذا العمل البسيط إلى مشاريع حضارية ضخمة مؤثرة ذات امتداد زماني ومكاني لم يكن بحسبان أحد. في زيارة الأخيرة إلى مدينة قم المقدسة وقفت أمام مبنى مكتبة المرجع الراحل السيد شهاب الدين المرعشي النجفي. هذه المكتبة مكتبة ضخمة جدا، هو هذا السيد رضوان الله تعالى عليه لطالما صليت خلفه صلاة المغرب والعشاء جماعة في الساحة الخارجية لحرم السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكان من المراجع في ذلك الوقت في ثمانينيات القرن الماضي. وهذا السيد الجليل حقيقة كان مهتما اهتماما كبيرا جدا بشيء اسمه كتاب، بحيث أن هذا الاهتمام الذي كان يعني شيء خاص به جمع مجموعة من العناصر التي حولت هذا الاهتمام الخاص إلى مشروع حضاري مهم، إلى مكتبة من أهم المكتبات في الشرق الأوسط، ليس فقط على مستوى عدد الكتب التي تحتويها، بل أيضا من حيث نوعية هذه الكتب بأنها مخطوطات أصلية، مئات ولربما آلاف المخطوطات الأصلية لكتب أعمارها مئات السنين، وأيضا المصادر التي تعتبر مراجع للناس، وكذلك وسائل حفظ واسترجاع المعلومات. مكتبة ضخمة جدا. كيف تم إنجاز هذا المشروع الحضاري بحيث وصل الأمر إلى هذا الحد؟ هناك بعدان في المسألة، هناك بعد علمي وهناك بعد يرتبط بالجانب المعنوي. الجانب المعنوي هو أن هذا السيد الجليل كان يؤجر نفسه للصلاة عن الموتى أو للصيام في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يشتري كتابا من هذه الكتب، لأنه كان في فقر شديد في مراحل شبابه ودراسته الأولى، وبالتالي كان يضطر أن يؤجر نفسه لسنة أو سنتين في مقابل مبلغ مالي بسيط يشتري به كتاب من هذه الكتب. وأحيانا يكون في حاجة شديدة لشيء من الطعام، ولكنه يؤثر هذا الكتاب على الطعام. من نماذج هذه المساعي ما وجد مكتوبا على كتاب من الكتب التي اقتناها. هذا الكتاب اشتراه قبل 100 سنتين، سنة 1342 هجرية، احنا 1444، قبل 102 اشترى هذا الكتاب. كيف اشتراه؟ هو كاتب خط ايده، كتاب كشف اللغات والاصطلاحات للعلامة الشيخ عبد الرحيم ابن أحمد الهندي
البهاري الحنفي الشهير بسور، ويذكر قصة هذا الكتاب وكذا، ثم يقول: اشتريته بأجرة سنتين من الصلاة، أجرة سنتين من الصلاة نيابة عن المرحوم الميرزا محمد البزاز الطهراني بمبلغ 20 روبية بريطانية. هذا وين؟ في النجف الأشرف. وفقني الله لإتمام العمل، الحمد لله أديت الصلاة، وكان الشروع في الصلاة في التاريخ الفلاني في الغري الشريف، يعني كان يروح عند مرقد أمير المؤمنين يصلي، وأنا الكئيب كاتب هذه الحروف في حال الجوع، فإني لم أتمكن من تحصيل ما أقوت به منذ 20 ساعة، فرج الله عن كل مكروب. شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي. يعني الأمر في بعده المعنوي كان بهذه الصورة. هذا الأمر، اقتناء هذا الكتاب، وإن كان شأنا خاصا ومحدود الأثر، ولكنه في الواقع مفردة من مفردات تجمعت عبر الزمن وتحولت ببركة العناصر التي كانت تحتويها رغبته في اقتناء مثل هذه الكتب، في شغفه لحب العلم وتقديم الخدمة للناس إلى آخره، بحيث أنه أنشأ بعد ذلك هذا الصرح العلمي الكبير في مدينة قم، الذي يعد اليوم واحداً من أهم المكتبات في الشرق الأوسط. وهو لشدة أيضاً حبه وتعلقه بالكتاب وبهذا المشروع، أوصى بأن يدفن في مكتبته، ومرقده الشريف أيضاً موجود اليوم في ضمن بناء هذه المكتبة بالقرب من حرم السيدة فاطمة. الإخلاص لله، التوكل عليه، الصبر، حب العلم والمعرفة، خدمة الناس، عناصر تجمعت في هذا السيد الجليل، فتحول شغفه بالكتاب إلى مشروع حضاري ضخم. مبرة الإمام الخوئي التي تأسست سنة 1977 في لبنان نموذج آخر من نماذج المشاريع البسيطة الصغيرة ذات الأثر الزمني والمكاني المحدود، والتي تحولت بعد ذلك إلى مشاريع، وليس مشروع واحد، إلى مشاريع حضارية ضخمة ذات أثر كبير وممتد زمانيا ومكانيا. المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، الذي ستمر ذكرى وفاته بعد أيام، في سنة 1977 على وقع الحرب الأهلية في لبنان، ثم بعد ذلك بسنة الاجتياح الصهيوني للبنان، وجد بأن هناك عدد كبير من الأيتام هم بحاجة إلى رعاية، وبالتالي بادر إلى تأسيس مبرة، مبنى صغير متواضع في إمكاناته وفي حجمه وفي قدرته الاستيعابية، ولكنه انطلق من هذه البذرة من أجل أن يحتضن هؤلاء الأيتام وأن يقدم لهم الرعاية، سواء الرعاية السكنية أو الطعام والملجأ، بالإضافة إلى التعليم والتربية الإسلامية. هذا المشروع الصغير تحول، الذي هو مبرة الإمام الخوئي، تحول عبر الزمن ومن خلال شعار طالما كان يردده ويقول: ما كان لله ينمو. عندما كان يقولون له، إذا فكر في مشروع، يقولون له: ما تقدر تسوي هذا، من وين لك المال، من أين لك الإمكانات، هناك صعوبات، أمور، عوائق معينة، كان يقول لهم: ما كان لله ينمو. هذا لله، وراح تشوفون أن الأمور تمشي. وفعلا هذه المؤسسة الصغيرة البسيطة في إمكاناتها التي تأسست في سنة 77، ما لبثت أن تحولت هي في حد ذاتها إلى 7 مؤسسات، ومن بعدها جاءت عشرات المشاريع الضخمة الحضارية التي قدمت الخدمات لمئات الآلاف من الناس
جامعة، مدارس، مؤسسات صحية، مستشفى، بالإضافة إلى دور للأيتام، بالإضافة إلى الجوانب العلمية كالمكتبات العامة وغير ذلك، عشرات المؤسسات، مئات الآلاف من الناس، آلاف الموظفين يرفلون في ظل هذه المؤسسات والمشاريع الحضارية التي كانت في يوم ما مبنى صغيرا جدا متواضعا في إمكاناته كدار للأيتام. وكل منا يملك القابلية لأن ينطلق في عمل صغير، ومن يدري فلعل هذا العمل ينال رضا الله عز وجل فينمو في يوم ما ويتحول إلى مشروع حضاري ممتد في الزمان والمكان، يستفيد منه الكثيرون ويكون سبباً من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده في الآخرة. كل ذلك شريطة الإخلاص في العمل لله سبحانه، شريطة التوكل عليه والرغبة في تحقيق ما ينفع الناس. فلا تحقرن من المعروف شيئا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.